الحقيقة قعدنا نفكر في تقرير نعمله كده مجمع لهذه الفقرة، وبعدين قلنا ضيوف الفقرة دي كل اسم منهم يستحق تقرير إلى ما لا نهاية، فقلنا نخلي المقدمة مباشرة ونستفيد بالوقت عشان نسمع ضيوفنا على طول. ضيوفنا النهاردة في فقرة تحمل الكثير من الإنسانية، الكثير من الذكريات، الكثير من المحبة والصدق والإخلاص في علاقة امتدت لسنوات، ولكن ظل الرباط أيضا هو رباط السياسة والصحافة والإعلام والعمل في دفعة تخرجت سنة 86 من إعلام القاهرة، واحدة من أشهر الدفعات اللي تخرجت من إعلام القاهرة. أي حد في مجال الصحافة والإعلام هتلاقيه يعلم الكثير عن هذه الدفعة. النهاردة نجوم الدفعة دول اللي منورنا كل واحد منهم يحمل اسم متألق في عالم الصحافة وفي عالم الإعلام، اسم يحمل مسار مختلف عن الآخر، لكن نتفق في النهاية على بوتقة واحدة وهي بوتقة مصر الوطنية، الاحترام للذات، الاحترام للمهنية، والكثير من العمل الصحفي والإعلامي المهني، والكثير من الخدمة المصرية الخالصة لهذا الوطن في أطر مختلفة من خلال مناصب تولوها أو أعمال قدموها أو كتابات أو مقالات ثرية جدا أثرت المشهد الصحفي وأثرت المشهد الإعلامي، وكانت تدور دائما في فلك سياسة هذا الوطن الحكيمة والقويمة. ضيوفنا النهاردة اللي منورنا الحقيقة نحتاج إلى الكثير في تقدمتهم، لكن النهاردة هنختصر الموضوع بأسماء رنانة جدا في عالم الصحافة والإعلام. منورني النهاردة الكبير الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم. منورني أستاذ ياسر. أهلا أستاذ. وأيضا نجم الصحافة المصرية أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا بيك. أهلا أستاذ خالد. والإعلامي والصحفي والكثير والزميل وكل حاجة أستاذ محمد علي خير اسم غني عن التعريف. أهلا بيك. المصري فندي يا أستاذ محمد. المصري فندي. اختيار المصري فندي ليه؟ حاسس انه قريب مني وبيعبر عن التوجه بتاعي في كل برامجي، لان انا منحاز بشكل مباشر للمواطن افندي يعني. ولما كنا بنختار الاسم مع أستاذ طارق نور كان ورشة عمل يعني، فكان احد اقتراحات الاسماء ولقيته على طول قال هو ده الاسم يعني، فالموافقة النهائية كانت بتاعته. كنت متحفظ قلقان شوية لكن قال لي الاسم ده هيبقى براق يعني. الناس اتبسطت منه؟ وصدق طارق نور يعني. الناس رد الفعل كان حلو على الاسم. الحمد يعني. لله الحمد لله. أستاذ عماد، الشروق وجريدة الشروق ومقالات حضرتك، يعني دايما عندي ملاحظة كده على مقالات حضرتك والحوار نفسي وإنساني واجتماعي عشان شايفة وش حضرتك إيه. محمر يعني خجول. لا أستاذ عماد لا هو متحفظ شوية لسه. مقالات حضرتك أقراها ما أعرفش حضرتك زعلان ولا مبسوط، بتفسر بإيه ده؟ بس اللي هو الحالة العادية دي حقيقة يعني، ربما يكون هو ده الحالة المصرية، ان انت فيه حاجات بتبقى جيدة عجباني وفي حاجات مش عجباني. في يوم بطلع بقول بكتب يعني، لسه من يومين ثلاثة كاتب عن الأنفاق بتاعت السويس، بقول انه ده مشروع قومي حقيقي وينبغي ألا يكون خاضعا للجدل اللي ممكن نختلف عليه على مشروعات تانية كتير. لكن في حاجات تانية ببقى زعلان جدا، الحالة الاقتصادية الصعبة، بعض الأخطاء الفادحة في قطاعات. فأنا فكرة إن إنسان يبقى مؤيد طول الوقت أو معارض طول الوقت شايف عبثية بالنسبة لي، ممكن تبقى مناسبة لآخرين. فدي الحالة بتنعكس والعمود نفسه اسمه علامة التعجب. يعني لأنه ظني أنه علامة التعجب أنه حياتنا مليئة بعلامات التعجب، مش حياتنا هنا، وأنا بتكلم ما بقصدش بس حياة سياسية، الحياة ومش المصرية بس، المنطقة العربية كلها يعني في حالة تعجب من سنوات طويلة جدا جدا. ده ينعكس على جريدة الشروق يعني، نقدر لو حطينا تصنيفات الصحف نقول الشروق حاليا جريدة معارضة ولا ليها تصنيف آخر؟ إطلاقا. الشروق لما طلعت ليست جريدة معارضة حاليا، لا إطلاقا. الشروق لما طلعت في 2009 1 فبراير 2009 كانت الفكرة الرئيسية بتاعتها إن هي جريدة قومية حقيقية بطريقة مختلفة، طريقة جريدة قومية ليست حكومية. بمعنى إنه كان رئيس مجلس إدارتها أو رئيس مجلس تحريرها الكبير رحمه الله سلام أحمد سلامة، كان مجلس تحريرها فيه حسن مستكاوي، عبد العظيم حماد، أسماء كتيرة جدا، عمرو خفاجي، عمرو الشبكي في البداية. فكرة إبراهيم معلم إن هو يبقى في جريدة فيها كل الناس على المستوى المصري كله، إنه كلمة القومية مش قاصرة فقط على جرائد تصدر عن الحكومة. والناس فكرت إن هي أقرب إلى الأهرام في طريقتها. اللي هي الوقار شوية،
مقابل طبعا الوقار والشعبية في الأخبار عشان الناس ما يزعلش. فهي فكرة الشروق الجماهيرية مش مجرد يعني مش عايزين نختلف من أولها أرجوك ماشي. فهي فكرة الشروق خرجت إن هي الفكرة تبقى حاجة تعبر عن في رأيها حتى في أعمدة الرأي أو كتاب الرأي اللي فيها من كل الاتجاهات ومن كل الأصناف، لم تكن في يوم من الأيام قاصرة على رأي واحد، كان فيها طول الوقت الآراء المختلفة. مختلف. أستاذ ياسر، بتتفق مع كلام أستاذ عماد فيما ذكره عن الشروق من رؤيتك بقى؟ أنا جالت الشروق من الجرائد المفضلة لي، ده منتهى الصراحة يعني. لكن بالقياس أنها يعني في وضع الصحفي الموجود، هي والمصري اليوم نبرة مختلفة شوية عن بقية الجرائد، وده ظاهرة صحية. إحنا مش عايزين، أنا كرجل صحفي أنا مش عايز أقرأ طبعة واحدة من جورنان واحد، او عايز اقول ايه اسف يعني عده طبعات من جريده واحده. انا عايز اقرا جرايد مختلفه، عايز اقرا اراء مختلفه تحت المظله الوطنيه. الحقيقه جريده الشروق تحت المظله الوطنيه بعد نظام الاخوان، يمكن في وقت نظام الاخوان شويه عماد بمنتهى الصراحه كان في ميل شويه للاخوان، مش لانهم في السلطه يعني، كان عدد من كتاب المصري اليوم يعني، لكن انتبهوا مؤخرا، من غير مدافع عشان من يعني انتبهوا مؤخرا في الاخر، يمكن خدعوا بالاخوان وقت ما في الفتره اللي قبل ما يقفزوا للسلطه، وكانوا بيحاولوا يبينوا ان هم الليبراليين وان هم منخرطين ضمن الكتله 25 يناير وان هم مع رأي القوى الوطنية في وطن حر وديمقراطي وكذا وتعددي. إنما طبعا ظهر جليا إن الديمقراطية عندهم هي مجرد سلم بيصعدوا منه إلى سدة السلطة ثم بيقذفوه بأطراف أقدامهم وخلاص، محدش لا بيطلع ولا هم بينزلوا. جريدة الشروق جريدة محترمة، أنا بقرأها لحد دلوقتي، مش جريدة بس في الناحية السياسية، أنا بقرأ الحقيقة في الرياضة واستمتع بالرياضة في الشروق، بقرا الصفحه الاولى وصفحه الاولى فيها صفحه 2. انا بقرا لا عماد حسين بغض النظر عن ان انا اعرفه من 37 سنه بنتتبع مقاله استاذ، واقول ان انا عشان اعرفه من 37 سنه مش يعني المفروض ما اقرالوش، انما انت دفعه قديمه كده، احنا هنروح للدفعه دلوقتي. لا, لا, لا عماد من كتابي المفضلين قبل ما نخش بقى يعني خلينا نتكلم جد شويه. عماد من كتابي المفضلين، وعماد كاتب رصين وموضوعي، قد يبدو زي ما حضرتك بتقولي بشكل كده لطيف، مش عارف انت زعلان ولا مبسوط. في ناس بيقولوا انت مش عارفين انت معارض ولا مؤيد، هي بنفس المنطق كده، هو شرح الفكره يعني. لا عماد مؤيد طبعا، بالتاكيد عماد مؤيد لنظام 30 يونيو اللي بيحكم مصر. قصه غير قابله للنقاش. ولا ايه رايك يا استاذ عماد؟ طبعا اقدر اقول لا يا استاذ ياسر. لا بسالك يعني. طب استاذ ياسر عايز اروح مع حضرتك لذكريات 86. انا اتلقى الاسئله من قسوه فقط مش من حضرتك. خايف. ذكريات 86 بقى استاذ ياسر، في ذكريات 82. انا في نقطه مهمه بس، لان هي ما ينفعش تعدي على الشروق والكلام بتاع الاخوان. هذه انا اظن ان هي كذبه واضحه جدا او سوء فهم يعني وما بينهم. ليه؟ عدد لو ان الشروق صنفت بهذا المعنى، لان بعض الكتاب كتبوا فيها، الكتاب الذين كتبوا في الشروق ايام الاخوان كتبوا في الاخبار وفي الاهرام وفي الجمهوريه وفي كل الجرايد وكانوا نجوم وكانوا مرشد الاخوان كان بيكتب في الاهرام؟ كتبوا في كل الجرايد واستدعوا. حد قال ان الاهرام؟ لا لا، انا عايز اقول الفكره ايه، يمكن توجهاتهم تكشفت شويه في الشروق في الوقت ده. لا يا فندم، الشروق، لان انا كنت رئيس التحرير في هذا الوقت، القصص اللي اتعملت في الشروق على الاخوان، والاصل الارشيف موجود ما بيكذبش. تقدر تقول انه في كتاب كتبوا كانوا مع الاخوان، بس لو انا حاسبت الشروق بهذا المنطق يبقى الراجل متحدث الرسمي باسم الرئاسه اللي كان بيكتب في الاهرام تقول الاهرام اخوانيه معاهم. عماد ياسر قصواء بدات البرنامج. ايوه صح. لا انا مش عايز اسياسه. حلو قوي، بس لا، لان احنا الحته دي ما ينفعش تعدي. هي النقطه تاني انه كان الهدف وما زال ونتمنى انه يستمر، انه يبقى فيه، ما فيش حاجه ظن الشخصي، الجرايد ما ينفعش اقول ان انا معارض ولا انا مش ناشط سياسي كجورنان. انا جورنان يفترض بتاع وظيفه الجورنان ان هو ممارسه الصحافه، لا ان هو بيقدم مهنه، بيقول خبر كويس او وحش ده موضوع تاني. لما بقى جورنان حزب
او جورنال فصيل او تنظيم، اقدر اقول ان والله ان انا مسيس. صح التوجه. انا بختلف بقى مع الكلام ده. طب ممكن نتكلم عن دفعه 86 قبل ما اوصل 86 بختلف عن الجورنال موقف. الجورنال موقف سياسي. احنا في موقف الافتتاحيه ياسر مش في الاخبار. لا لا غير اللي لا 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 طبعا موقف سياسي، ما فيش حياد بين فلسطين وبين اسرائيل، ما فيش حياد بين الاخوان وبين الأنظمة. بس باخد خبر نتنياهو بقول نتنياهو كذا، انا هغير في الخبر. لا انا بتكلم على موقف الجورنال سياسي. اسد زيتي اتوقف لحظه. استاذ محمد الرجل البشوش الحكاء اللطيف، حكايه الدفعه 86 وذكرياتها تبدا منين بقى؟ من بدايه الالتحاق والتعامل والصداقه لسنوات، وبعدين تفرقات مختلفه العمل ولقاء مستمر في اطار الصداقه. جماعتنا المدينة الجامعية، لأنه كلنا كنا من الأقاليم يعني. عماد من أسيوط، ياسر من الإسماعيلية، أنا من الغربية. دفعة 86 كان فيها أيضا أنور الهواري شرقية، مجد الجلاد الشرقية، يوسف فوضى الغربية، فكلنا كنا متجمعين. عمرو أديب القاهرة. عمرو أديب في القاهرة، بس أنا بتكلم على المدينة الجامعية. مقيم في القاهرة. المدينة الجامعية. وبعدين ابتدينا نتجمع شوية شوية. أنا مثلا أعرف ياسر، ياسر يعرف عماد، فابتدينا نتعرف بعماد وهكذا. نقطة الالتقاء أعتقد وحمدي رزق ما تقديم. لا ما هو مش هقول بقى دفعة هنتكلم بقى. هنجيب نبيل الطروطي رئيس تحرير مجلة العصر، جميلة إسماعيل، مجدي لاشين رئيس التلفزيون. لا يعني هي الدفعة كلها دفعة ثرية جدا. عندنا وعندنا منال أبيل. لا غير منال أبيل، منال حسين عبد الرازق، دكتورة منال حسين عبد الرازق، دي دفعتنا وهي رئيس شركة أوراسكوم. وعندنا دفعتنا وعندنا نائب محافظ بنها. عندنا نجوى العشيري. نجوى العشيري صحيح. يعني وعندنا وعندنا من زمايلنا محمد فاروق القاضي، وكيل احد الاجهزه الحساسه في مصر. وعندنا سامي مراد سفير في الخارجيه. كل دول خارجيين صح. يعني الاسماء. لكن نقطه التجمع كنت دايما لازم نبحث عن مكان يعني اكيد. كانت قعدتكم فين؟ شقه مدينه نصر. دي كانت اشتراها الاستاذ فتحي رزق ووالد ياسر في الثمانينات. فمدينه نصر كانت لسه صحراء. يعني احنا رحناها بقى واحنا في سنه اولى 82. كان اخر نقطه عمران العباسيه. فكلنا كنا ننزل نجيب الكبده من العباسيه من الدفع ايمن الشيوي الممثل المعروف. اتجمعنا بقى في شقة مدينة نصر لمدة سنوات. انا لا تحفظ بس ان احنا كنا بننزل عباسية بنجيب كبدة، كنت انا اللي بجيب. لا 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 صاحب الشقة للتوضيح. طيب انا هضيف بس جزء مهم جدا يعني. طيب وفراولة. احنا بعد التخرج على طول توفى والد ياسر. فاستوطننا في الشقة. يعني الإقامة كانت بعد التخرج. بعد التخرج احنا يعني بنروح زيارات اثناء في المدينة الجامعية. في مدينة القاهرة اللي بين السرايات. لكن بعد التخرج مباشرة يعني سطونا على شقة اسمها أوانا ياسر. أو أوانا ياسر. لا 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 ماشيين. وأقمنا وكنا شلة. كانت علاقتنا طيبة جدا قبل احنا في الجامعة. ما كانش المجموعة بتاعتنا بس. يعني كان في كان في إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى. كلهم إبراهيم كمال. أحمد محمود. لكن رواد الشقة تحديدًا. خدي رواد الشقة مين؟ يعني في عبد الله وفي إبراهيم عيسى. كان كله مشهور وفي الجامعة. كل دول كانوا يجوا شقة مدينة الأقصر. كده نازل نقطة. لا الشلة الرئيسية. الشلة الرئيسية كانوا ستة. احنا الثلاثة إبراهيم منصور. محمد رضوان. محمد رضوان. حاتم محمود. حاتم محمود. إيهاب الجنيدي زميلنا في إدارة الإعلانات في أخبار اليوم دلوقتي. النقطة الجوهرية ياسر كان بيسافر الخميس واسماعيلية عند الوالدة، يجي يوم الجمعة المغربية محمل بكل ما لذ وطاب، الكبد البلدي، المانجا، الرز، اللحمة، واحنا مقاطيع. لكن كنا بنشتري كبدة في أيام العادية من اسماعيلية من ميدان العباسية ونركب الأتوبيسات وفراولة وحاجات زي كده. البيت بتاع ياسر في امتداد عباس العقاد كان شركتين لم تبنى حتى هذه اللحظة. حي السفارة ده ما كانش موجود. احنا كنا بنمشي ولا الحديقة الدولية اتعملت ولا لسه؟ لما كان بيجي حد يزورنا كان بيقول أين ديار بني عامر والمضارب القبائل ولا كانت الدنيا صحراء بجد. الكلام ده لحد سنة يعني أظن 89 يعني أول من وطئ تلك المنطقة يعني. كنا احنا فكانت شلة. الميزة اللي فيها إن العلاقة الإنسانية يعني تفرقت بنا السبل، كل واحد راح جورنان شكل. ياسر الأخبار، محمد علي راح الوفد، أنا رحت جرايد ناصرية كلها، جرايد اتقفلت.
وغنت الاستاذ مصطفى بكر. لكن العلاقه الانسانيه ظلت حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظه علاقه قويه، علاقه محترمه. وبنتحدث عن سواء المدينه الجامعيه او شقه ياسر بكل الذكريات الحب. طبعا الحب لا، ودي قصه مهمه جدا دي المفروض تسالي عليها. احنا هنسال عنها دلوقتي حالا، وارجو ان يكون السؤال موجه لي. ماشي حاضر. أوكي. استاذ ياسر، مين اللي عرق؟ استاذ ياسر وشه اتغير لما سمع قصه الحب الاول. استاذ ماني اتفرج علينا. هي الاول والاخير قفل الموضوع كده. انا فاكره استاذ ياسر عندكم كلام تاني. انا عندي كلام تاني، راي تاني بخصوص زوجته يعني. طيب عايز اسال حضرتك، مين اللي فكر ان هم يتجمعوا عند حضرتك؟ يعني ست شباب في الشقه في وقت اتخرجتوا من الجامعه، المفروض بقى كل واحد يبدا يدور على خط سير، ولكن حصل التجمع ده. كنا شله واحده من اول حضرتك. انا جيت قريت فبقرا الاسماء واحنا في سنه اولى من اللي راح المدينه الجامعيه، فقريت محمد علي. محمد علي وده اسمه الحقيقي، وبعدين العنوان 5 شارع النادي في طنطا وبتاع، ومش عارف مين. عماد طبعا ما دخلش، لان عماد كان جايب اظن 83%. لا كنت جايب 40. لا لا. انا اول سنه دخلت مدينه امبابه اللي في شارع عرابي. كنت جايب كام في الميه بجد؟ كنت 83 وكاس 83. انا عارف كنت جايب 40. محمد علي كان جايب اظن 90 او حاجه 87. الاعلام وقتها قبلت عندنا من 81 ولا لا 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 83 بالظبط. والله انت جاي بالظبط، انت لحقت يعني. انت جاي في الاخر اتشعبطت في الباب اللي وراني كده. شكرا لك. اللي هو اتوبيس كده، ايه التمساحيه كليه الاعلام، اتوبيس 301 التمساحيه دي بلدهم. وبعدين اتجمعوا عند حضرتك ازاي بعد التخرج؟ احنا جينا اتقابلنا مع بعض في الكليه. الكليه احنا كنا في الدور الرابع في مبنى كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه 501 الدور الرابع. دي ايامنا الحلوه. بعدها 501 601. لا المبنى كان رقم كام؟ لا المبنى رقم 3. سنة رابعة. انا ما اعرفش رقمه لحد دلوقتي. لا لا طبعا. ليه بتقول عليها دي كانت ايامنا؟ 9 مبنى 9 طبعا، لان الواحد لا يتحمل مسؤولية اي حد. والاحلام عريضة والقلوب خضراء والدنيا قدامنا يعني متسعة. براحة. غيرت النظرة بعد التخرج؟ لا مش بعد التخرج، بقى بالسنين. بعد شوية بالسنين بقى والبتاع. لا بس عايز اقول نقطة مهمة. شيء رائع جدا انك تكون مسؤول من حد. لا من ابوك. ياسر بعد اذنك في نقطة مهمة. اتفضل. هو تجمعنا بشكل غير مباشر غير محبتنا الفقر. لان انت بتتخرج من المدينة الجامعية هتشتغل في الصحافة. لسه هتقعد كام شهر تدريب. انت محتاج تأجر شقة وحسابات كتيرة يعني. ياسر رزق يعني للأمانة ولا يزال انا يعني اكثر الاشخاص في حياتي اللي تمتعوا بصفة الايثار، يعني تفضيل الاخرين على انفسهم. كريم. وهذه صفة عن ياسر الكل بيجمع عليها. يعني لو كان معه اخر جنيه وانت طلبتيه هيديهولك، حتى لو كان هيمشي من غير فلوس. شقة ياسر جمعتنا بالحب ده. يعني ما كانش فيه مين وليه وازاي ومين معاه ومين ما معهوش، يعني كلنا كنا واحد. يعني قعدتوا كام سنه مع استاذ ياسر؟ لا انا سافرت السعوديه. سافر السعوديه. احنا قعدنا انا قعدت سنتين تقريبا. احنا قعدنا سنه تقريبا 92. ياسر رزق يعني كان خلاص عايز يتجوز بقى الراجل. وعايز طبعا احنا كنا ضد مشروع الجواز لانه عايز انه يتجوز في الوقت ده. خدت بالك يا اخي؟ يا عم انت متسرع ليه يا ياسر؟ يعني ما تفكر بدري، احنا قاعدين وبتاع. تفكر يا ياسر. فبدانا نخرج اظن بدا من 92 او 92. مع ملاحظه صغر حجم الشقه، كان مساحتها حوالي 100 متر. لكن كان ممكن تدخلي بالليل تلاقي 30 واحد. 125. خد بالك انا لسه بياعه اي مساله فاتت. 125. 125 عشان تقول 100 متر هيقول لي هات بقيه الفلوس. بس هو الفكره اتعدت من اللي هي بيت، يعني كلمه شله رغم ان ما بيحبش كلمه شله. لكن تعبير شله مدينه نصر كان يعني اضافه للسته او السبعه الرئيسيين اللي هم الاعضاء الدائمين. انه عدد الناس المترددين عليها من كل الناس فعلا حاجه. دفعت اكبر مننا واصغر مننا. يعني حاجه يعني ابراهيم وعبد الله كمال الله يرحمه، ابراهيم عيسى طبعا. وابراهيم محمد دفع اصغر مننا. ومعاهم محمد الغيتي. في ابراهيم منصور دفع اصغر منهم. كانوا بيجوا يقعدوا عندكم ولا يباتوا؟ احيانا يقعدوا يباتوا.
بس مش مقيمين يعني بس مثلا عماد حسين، ودي يعني ملاحظه كانت في كل اللي قاعدين بنتعامل على الشقه دي بتاعتنا، في كل واحد معاه نسخه مفتاح، يعني كان عامل نسخه مفتاح لكل طبعا كل طبعا على الشقه، يعني مواعيدنا كلها مختلفه. ياسر كان بيرجع الفجر من الاخبار متاخر، وكل واحد ليه مش هنستناه بقى يفتح لنا، كنا شغالين في سبابيب ونحتيات كتيره جدا غير الجرايد الرئيسيه بتاعتنا، فكل واحد هايم على فمثلا ممكن واحد من الشقه نزل البلد، ففي واحد قريبه يجيب عايز يجي مصر يدور على شغل مصر، يقول له خد نسخه المفتاح دي وهتروح شقه كذا ويصفها له، ويصف له العنوان. فممكن الواحد يبقى نايم جنبه عماد يصحى يلاقي حد تاني، يعني مين حضرتك؟ انا جاي من عند عماد حسين من البلد، اهلا بحضرتك يعني. لكن كان في مواقف كتيره يعني. ايه اغرب موقف عدى عليكم وحضرتك يعني حسيت انه موقف غريب بس كان لازم تتصرفوا؟ إزازة البيبسي البلاستيك. لا لا، ياسر كان بيعمل بيانات على ما تكلم على بيانات التلاجة اللي كانت بتبع التلاجة. بيانات شكلها ياسر كان محرر عسكري. ماشي و ابدأ بالإزازة البلاستيك. لا لا لا، ثانية واحدة بس. محرر عسكري في الأخبار. ثانية واحدة بس يا أخوانا، محدش يصدر على رأيي لو تعرف تفضل. فهو كان بس ما تنحرفش عن المسار المرسوم. مش قادر اتفضل، مش قادر. انا بقول لك معلش يا استاذ ياسر، سامح النوازي بقى ملايين بتلاقي حته تدمير شامل، في ملايين بيشوفوك انا محتاج. لا انت عارفه كلنا يعني احنا ناس يعني على اعداد منتصف ال50. طب يا يعني خلينا مش كاسه يعني. خلينا نتكلم على الازازه البلاستيك. ايه الازازه؟ طيب قول يا استاذ. لا يتكلموا على الازازه بقى. الازازه البلاستيك احنا كلنا بلا استثناء كنا حبيبه، فكله. وتليفون ياسر كان تليفون الارضي. الارضي طبعا. طبعا كان المحمول لسه ما اخترعهوش. لا ما كانش اخترعه. ما كانش لسه طبعا. طبعا. الفاتوره كانت بتيجي كام لاستاذ ياسر؟ كانت بتيجي 250 جنيه في وقتها السنه. وده كتير قوي. وده كان كتير. كان السنويه. كنت لما ارجع انا من سفري من الخليج كنت اول واحد سافر وساب الشله. فلازم لما انزل مدينه نصر اول حاجه تدفع الفاتوره. جاي سري بقى من الخليج. تدفع الفاتوره. كان عماد بيشكل لي قائد بعثه شرف المرافقه ليا خلال شهر الاجازه، ومستشار للشؤون العاطفيه. مستشار العاطفيه. ودي نقطه مهمه جدا بلغوا بمستجدات الامور. فكان في اتفقوا يعملوا ازازه. اللي يتكلم بشكل محترم يروح حاطط فلوس في الازازه، خمس قروش كل مكالمه، خمس قروش. والازازه محطوطه اهي، كل واحد بقى وضميره، وده اتفاق يعني. مفيش حد عنده ضمير عشان ياسر نصهم كان بلا ضمير ما يدفعش الفاتوره في الاخر. المهم الازازه كانت مليانه خالص. جه احدنا جه يحط الفلوس، يحط الفلوس ما لقاش الازازه. ما لقاش الازازه نفسها؟ لا الازازه فاضيه. بس بعد تحقيق والكلام ده اكتشفنا ان لجنه تقصي حقائق وبحث وتحري ومين اللي بيتكلم ومين اللي بيتكلم بالليل وما بيسجلش، لانه الساعه 3 الفجر حد يصحى كده. انا كنت اصحى اصلي الفجر الاقي حد قاعد يتكلم يحب ماشي وما بيسجلش تاني يوم. لا ده لك انا بصحى اصلي الفجر. محدش كان بيصلي. احد الزملاء من الشله المؤسسين خد شق بطن الازازه بتاعه الكولا القاتل البلاستيك، خد الفلوس، خد الثروه. فبعد التحقيق بقى والمحاصره اعترف ان هو اللي خد الفلوس. كان سبب اخذ الفلوس ان كان عنده موعد غرامي وما معهوش ولا جنيه وعايز يقابل الحبوبه ويعزمها بقى وكده ويتفشخر، فما لقاش الا الثروه دي. حبوبه ما شفتش الكلمه دي من استاذ عماد. عندك موقف عايز تحكيه؟ ولكن ما يزعلش استاذ ياسر اللي بيبص لك كل شويه. كل المواقف اللي احكيها هزعل ياسر، فانا مش يعني. طب ايه حكايه يعني الحب الاول؟ الحب الاول انا اظن طبعا متاح عندي انا بالنسبه لي طبعا. يعني لا احب الا زوجتي وما عرفتش الا زوجتي. طب كان في قصه في البلد. لا في القاهره. لا سامح ما فيش ده عشان الحب. الحب الاول طبيعي عند كل، اظن حاجه عاديه جدا ومن العار ان الناس الانسان يتنكر ليه او يهرب منه. فبعض الناس بعض الزملاء كان بيجي بالليل. هي كلام مشفره صح؟ مش الدرجه دي. لا لا ده تسجيل. انا مش يعني انا المشكله كمان زوجاتهم كلهم اخوات وصديقات عزيزات، فهم انا اتمنى انهم يكونوا مقدرين الكلام ده، واحنا بنتكلم على حاجه مرت عليها صديقات عزيزات لزوجتي بالظبط. فاحد الزملاء كان بيجي بالليل يكتب وقائع قصه حب كانت في مراحلها الاخيره.
فبيكتب تسجيل للوقائع بطريقه عسكريه. قال يلا احنا عرفنا. لا 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 ما كانش ياسر بس، ياسر كان فيه ثلاثه محررين عسكريين. لا ثانيه واحده بس خلينا نكمل في المقيمين ثلاثه محررين عسكريين. فيجي اليوم تقدمت قواتنا ووصلت الى الممرات، اليوم قواتنا تقترب من الحدود الدوليه، اليوم بدات طبعا القوات المغيره تتقدم. اليوم اللي قالت له احنا اخوات وصلى على النبي وبتاع وهننسحب، اليوم القوات ما اعرفش تقصف مطار الاقصر وتضرب خزان اسوان خد بالك، اليوم اللي هو يعني اندحرت القوات وحصل اللي حصل، هزيمه نكسه 67. فدي كانت من الحاجات اللي لا انساها حتى هذه اللحظه. هل في مره استاذ ياسر حضرتك اضطريت مثلا تقول لهم لا ما تكونوش موجودين في الشقه لسبب او لاخر؟ حصلت مرة واحدة. مرة واحدة ده حلو بقى، ايه الحكاية؟ شوف كلنا والله والدتي جت بالليل خالص، كانت هي واختي مش كده؟ بس احنا ما مشيناش. لا احنا ما مشيناش. بحكي كده يا عماد. لا انا قلت لهم يعني ماما ما رضيتش اصرت. لا والده ياسر جت هي والدتي ياسر كانت بتيجي، والدتي واختي ورشا وخالد. بس زيارة مفاجأة طبعا، لازم يبلغونا يعني زي ما بيبلغوناش يعني لازم يبلغونا. ما استأذنتش صحيح. ما استأذنتش طبعا، ما صح المفروض والدته قبل ما تستأذن على الواتساب يعني. كان في واتساب ولا كان في موبايل ولا كان في وقعدتش يرسلها على الواتساب. انا في الطريق احنا لقينا الباب خبط. لا طبعا وانتوا كنتوا جوه؟ كنتوا كلنا جوه يعني بعد جدعانه وبتاع وود سمحنا لهم باوضه مستقله يقعدوا فيها وبتنا. بس كان في ناس لازم تمشي، في حد نام مع البواب تحت وفي واحد خد بطانيه وطلع فوق السطح. سمعت ان حد بات على الرصيف وفي اتنين. لا رصيف لا 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 قاعد على الرصيف شويه. لا رصيف يمكن عماد، لان هو عماد متعود يمكن على كده. لا الحياه كانت بائسه. لا لا اللي جه لكن ما وصلناش للرصيف. اقول لحضرتك الرصيف ده لا انا اظن انه كان من ضمن الذين كانوا يترددوا على الشقه الصديق العزيز احمد عبد الرازق. احمد ده احد نجوم البي بي سي في لندن، وواحد ودفعة 86 ودفعة 86 اظن جه في مره واحنا كنا كلنا بره بالمناسبه رئيس جامعه القاهره دفعتنا 86 بس كليه الاعلام. فكنا كلنا بره وما كانش فيه تليفونات دفعة 86 فاضطر يبات على قرب قريب من المكان يعني جنب سور الحديقه الدوليه لانه كان قريب جدا مننا، وهو نهايه موقف اتوبيس 601 فاكره دلوقتي ميدان التحرير حي الزهور. فربما يكون احمد اللي بات في هذا المكان صح. استاذ ياسر لما حضرتك جيت محتاج الشقه بقى واللي جبت لهم الموضوع ازاي وبدات تمهد لهم الحكايه ازاي؟ مفيش تمهيد. لا والله لا ازاي؟ ده ياسر دكتاتور خد القرار. لا نسمع استاذ ياسر بقى. استاذ ياسر ساكت وسايب الناس تتكلم. اتفضل يا استاذ ياسر. لا انا يعني انا جيت كنت بفكر ان يعني فاضل مثلا شهور كده وفي جواز. كنت خطبت حضرتك؟ انا خطبت وقتها كان بسرعه. ظروف الخطوبه كانت ايه؟ فاكرين اكيد تعايشوا مع حضرتك اللحظات دي بقى. لا دي حاجات خاصه. لا لا انا ما اقدرش هو يتكلم يعني انا ما احبش اتكلم. كل واحد يتكلم عن لا لا خطبته. انا اتكلم عن كل واحد يتكلم عن جماعته. لا انا بالنسبه كان محمد مسافر وقت ما انا خطبت. انا حضرت الفرح في الهرم في احد الفنادق في الهرم فندق قعود كان الشيخ الشعراوي. انا طبعا اماني زميلتي في الجورنال وتعرفت عليها وارتبطنا بسرعه جدا. ويوم ما تعرفنا قلت لها احنا قدامنا سنه بالظبط ونتجوز بعد سنه بالظبط وان شاء الله يوم 30 ديسمبر الجاي هبقى 25 سنه ما شاء الله. ربنا يبارك. ربع قرن يعني تأبيدة. لا 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 حد تأبيدة طبعا. انت برضه اظن في القرب الحاجات دي يعني انا 19 يعني خرجت افراد. استاذ عماد حضرتك اتجوزت بعد ما رجعت من بره صح؟ لا انا اتجوزت متاخر كان عندي اوهام ان انا متجوز القضيه ومتفرغ للقضيه. القضيه الفلسطينيه ولا قضيه ايه؟ القضيه الفلسطينيه وقضايا اخرى لا تعلمونها الله يعلمها. اتجوزت متاخر وهذا خطا بالغ ارتكبته وانصح اي شاب انه عنده استعداد يقدر يتجوز على طول. ولا متجوزش خالص؟ لا 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 انا ربنا كرمني بزوجه صالحه واحده محترمه جدا يعني ربنا يحفظها يعني بامانه حاجه يعني. لا الفكره بتبص لهم ايه يا اخوانا بيضحكوا لك هما الاثنين بيضحكوا لك ضحكه مريبه. لا طبعا لا مسكنه طبعا وهي يعني دايما بنكلمها بالعكس هو بيشيك بيها دايما وبيحييها وبحبه ليها. بص يا معلويه على فكره طبعا يعني بلدياتي احنا دايما الكلام اللي انا بقولها يعني يعني
الاستاذ عماد اعتبريه زي ابنك كده في التعامل يعني كده. لا وبعدين يا قسواء انت معاكي ثلاثه، احنا بنمارس اقصى درجات ضبط النفس. ضبط النفس يعني انا ما شاء الله عشان البيوت ما تتخربش. لا عشان صورتنا قدام الراي العام. لكن لا انت بتكلمي الناس عشره 33 سنه فما فيش حدود ولا حساب. 33 سنه ايه؟ 87 التخرج 86 من 82 من قدماء المصريين. بس القواعد من الرجال. القصه في جواز ياسر والشقه كان ان الشقه اتبهدلت بالكامل واحتاج فلوس عشان يوضبها. هنا جاءت يعني قلة الأصل من المقيمين في الشقة. اذهب انت وربك فقاتلة. لا 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 بالعكس بالعكس. لا روح اتجوز بقى انت اللي عايز تتجوز. لا هم الحقيقة انا ما قلتلهمش يعني المغادرة، هم شافوا ان ده الوقت انا هبتدي اوضح. استشعروا الحرج. بالظبط كده زي استشعروا الحرج. التعبير السياسي. هو قلما يستشعروا الحرج ولا الخجل ولا اي حاجة، او نادرا مش عايز اقول قلما كمان يعني. انما عايز اقول ان المجموعة كلها كان حتى ده بيربطها حاجه اقوى من الاخوه. صحيح. وحاجه يعني مش مجرد صداقه، حاجه مختلفه. لا هي اخوه ولا هي صداقه ولا هي مشوار عمر ولا هي مصير ولا هي قدر ولا هي حاجه اكبر من كل ده او خليط من كل هذا واكثر. احنا كمان يمكن دينا اراء مختلفه في السرعه وانما مش في الاتجاه. بنتكلم على ارائنا السياسيه. يعني يمكن اتجاهاتنا متقاربه جدا لكن في السرعه وفي وسائل التعبير عنها. وفي اللي بيسود بينا في الاخر الاحترام. لو في اي حد عنده مشكله متضايق في اي حاجه بسيطه او تفر او حاجه كبيره جدا بتلاقي انه عقد لقاء طارئ وسريع. عقد لقاء طارئ لحد دلوقتي صح؟ لحد ايام قليله يعني. لحد ايام قليله. والغريب ان اللي بيجمعنا كتير يعني من الاماكن بيجمعنا فيها مرسى النادي الاهلي. صحيح. رغم ان معظمنا زملكاويه. صحيح. انما في الحقيقه يعني بتلاقي دايما ودي بتميز الدفعه بتاعتنا. احنا دفعتنا فيها كل الوان الطيف يعني. محمد شرح وقال اسماء، احنا ممكن نعد اسماء تانية. انا لسه حتى كنت بقول حمدي رزق. ولكن فيها تصالح كده احنا الدفعه بندافع عن بعضها. وبعدين عايز اقول حاجه، انا اكتشفت كمان ان دفعتنا في القوات المسلحه اللي متخرجين من نفس السنه هم اللي بيتولوا المناصب القياديه الرئيسيه في القوات المسلحه. فاحنا دفعتنا بقول في جامعه القاهره وفي الصحافه وفي الاعلام وفي كله في القوات المسلحه وفي اماكن اخرى. الدفعه بتاعتنا دي محل غيره من دفعات اخرى من كليه الاعلام. هي الابرز على الاطلاق. على الاطلاق في عمر كليه يعني الاعلام. في لحظه معينه كان كل رؤساء التحرير وكبار الاعلاميين من 86. على مدار العشره دي ما كانش في بينكم خلاف مثلا حتى وجودهم مع حضرتك في الشقه كان في خناقات بتحصل مثلا اللي هي بين الشباب وبعض او كده، وكان التصرف بيكون ايه؟ حد بيتقمص ويمشي، حد بيسيب المكان ويمشي. احنا نمشي ليه يا فندم؟ احنا ليه اللي خلينا هو يمشي؟ لا يعني هي الخلافات بتاعتنا خلافات قد تبدو انها تافهه لكنها يعني في الصم. خلافات ان مين اللي ساب الحاجات في الحوض وما غسلهاش. مين اللي ما دفعش الخمس قروش بتاعت المكالمه يعني مثلا حاجه. مين اللي ما فرش البتاع؟ مين اللي المفروض ياخد الحاجات دي يوديها تتغسل او يوديها تتعمل او كده؟ و الاستاذ محمد طبعا راجل كان نشيط جدا. لا محمد كسول انا بتكلم يعني. طبعا انا بقول الراجل نشيط جدا لا فخلاص. لا 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 ما انا برضو مش عايزين نقول معلومات. ايوه نقول الحقيقه يعني. انا بقولها بس لا نضلل الراي. بالظبط يعني مش عايزين نضلل الراي العام. صح الموضوع. هو مش كسل. هو شديد الكسل. لا ما كانش. فانا بقول نشيط جدا. لسه كده في بيتك يا استاذ محمد لحد دلوقتي. النقطه انا قلت لك انا قعدتي متحفظ وبمارس اقصى درجات الانضباط. ضبط النفس. هم ضبط النفس. هم بيستفزوني. طب مين كان النشيط الاكثر بقى فيكم؟ ايهاب الجنيدي. لا طبعا. لا ايهاب الجنيدي. ايهاب الجنيدي انشط واحد. لا ايهاب كان زميلنا فعلا، كان بيجيب الانابيب على كتف الراجل. ما كانش لسه فيه بوتاجاز. ولو مثلا حاجه وقعت او حاجه يجيب المسطرين. بالظبط. الراجل كان متميز. لا النقطه الجوهريه بجد سيراميك. العلاقه فعلا بين الناس وما زالت لدلوقتي هي علاقه لم تتغير. يعني انا لا اذكر اطلاقا انه في خلاف حصل حقيقي بين الاثنين. مفيش خناق. مفيش شتيمه. مفيش خناق. في غير الهزار.
يعني احنا كلامنا مش الاهلي والزمالك الصعيده دي، لان الاغلبيه زملكاويه يعني يفتكوا بالمنطقه باللي موجود من اهلاوي فتخلص عليه. فما كانش في اي حاجه ضربات في اثناء الشله دي وما بعدها. والصعيده احنا الحقيقه ما كناش بنقدر ان احنا نتكلم، احنا معظمنا من اصولنا صعيديه يعني. لا معظمنا مين واجب في واجب اصلا؟ لا انا اسماعيلاوي. اسماعيلاوي جبناكم. لا انا قلت ما تخلينيش عشان كانوا دول في العام بيتفرج. لا 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 طيب مختلف وهو الراي شفتنا داخل الوطن. التركيب الديموغرافي لمدن القناه الثلاثه هيغلط. مش هيغلط والله، دي كتابات تاريخيه. غالبيه الناس اللي سكنوا مدن القناه الثلاثه رحلوا او نزحوا من الصعيد للمشاركه في عمل وطني مهم وهو حفر قناه السويس. الناس بعضهم يعني تكبد. جدك من اللي حفر القناه؟ لا وده ايه ده حاجه اولا لا تقلل من شأنه. طبعا لا لا الناس استقروا الناس استقروا في هذا المكان. جدي ولذلك جدود عماد بالصخره عشان يحفروا وهو اللي قبض. ده شيء لا يشني يعني حكايه انه مش عارف ايه يعني ده كلام. ارجع للتاريخ ماشي، انا ارجع للجغرافيا. طيب انا عايزه اسال سؤال. بعد سنوات بقى احنا بنتكلم كام سنه تقريبا؟ 33 او كده؟ لا ولا 13؟ لا 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 طبعا العمر كله يا رب ان شاء الله. لا بتكلم من العشره 33 سنه او حاجه زي كده يعني مع بعض. 37 37 سنه اولى. بص لما نتقابل بدون اتحدثك في مؤتمرات او مسافرين يعني بنجمع بعض ونقعد في اوضه واحده او كده انا وياسر وعلي. كل واحد لينا ليه اوضه طبعا. احنا بس قعدنا يعني مره اخر مره يمكن كان مؤتمر قعدنا في اوضه واحده احنا الثلاثه. كنا في مؤتمر ايه لما كنت تاخد رأينا في موضوع كده ينفع نقول الموضوع؟ لا طبعا. استاذ محمد وشه اتغير وحضرتك لا لا طبعا ما اتغيرش انا راجل على هوا. لا هو بيتحسس مسدسه دلوقتي. فنتجمع يعني كاننا بنستعيد جزء من ذكريات اللي هي نفس قعده المدينه الجامعيه وشقه مدينه نصر. يعني احنا على فكره ما كناش بس بنرتقي في الشقه يعني احنا في فتره الدراسه في المدينه الجامعيه بنتجمع وقت الامتحانات في غير وقت الامتحانات في الاوقات العاديه في كان في لقاء دائم يعني في اوضه طول الوقت. كانت اوضه مين انا مش فاكر؟ ايهاب. ايهاب علشان كان جاي لا كان جايب البرميل بتاع البنا كان حاطط عليه التلفزيون. برميل اللي هو بتاع المباني ده اللي هو اللي بتقف عليه على السقالات وحاطط عليه بس انا هقول وكان يجي لي مسؤول الامن في المبنى. بس انا ممنوع حاجه مهمه. اول يوم عرفت ياسر رزق ايه بقى؟ وكان حاجه بالنسبه لي يعني جزء من شخصيه ياسر. انا قاعد جنبه في واحنا في سنه اولى كليه وجزمتي هو تقول سلفت. لا 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 جزمتي عايز كام يا عماد هيطلع مضايقك ولو جار كبير وهيلمه بعد الحلقه. لا لا ما احنا شاهدنا بده يعني. وانا قاعد الجزمه بتاعتي المؤخذه جت في البنطلون بتاعه. فقلت هو كل بادب بيقول لي انا اسف جدا ممكن البنطلون بتاعي يكون بوظ جزمتك. هو قال لك كده؟ بيقول لي كده وانا طبعا صعيدي. قلت ايه الولد المؤدب ده؟ ما اعرفش ان هو الراجل بيتكلم عليا يعني. وبدات العلاقه من يومها يعني. في ازمات عدت على حضراتكم مع بعض في فتره العمل الاولانيه؟ فاكرين ازمه معينه، مشكله كانت عند حد، حاله عدت على شخص؟ هو المفروض يا فندم يبقى ايه هي اللحظات الكويسه اللي عدت عليكم في البدايه مش الازمات؟ احنا حكينا كل الحاجات الكويسه. لا 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 نحكي الحاجات اللي كانت. انا بالنسبه لي انا هقول لك انا يعني هاخد الكلمه منهم. اتفضل. ياسر اشتغل في الاخبار مباشره وكان بيتدرب وهو طالب في الاخبار. محمد علي لانه وحيد والديه راح مباشره اتعين في الوفد ما عندوش جيش. انا بالنسبه لي ومع حاتم مش كده؟ حاتم بعدك. حاتم نفس حاتم راح الجيش. انا بالنسبه لي كان تلطمت يعني كنت اول واحد بيتعين في لانه رحت جرايد كلها، جرايد يساريه جرايد نصرية. يساريه زي ايه؟ صوت العرب بتاعت عبد الرحمن مناف الله يرحمه. ناصريه برضه. ناصريه اتقفلت بعد الحكومه قفلتها. اتلطمت سنتين كلها كل الاستاذ موقف العربي عارفه سنتين تشرد. عارف عبد الله فرغالي في مسرحيتها له شرفي وكانت نهايه فرقه كذا وبتاع مصر الفاتحه. ما دخل جريده الا واغلقها من 90 ل 92. مصر الفاتحه قفلتها الحكومه برضه تشرد. انت اللي قفلتها. انت اللي قفلتها. رحت الجمهوريه الاستاذ سمير رجب طلع بعد سنه طلع لي قرار ممنوع دخول الخطوط بس رحت فين في الجمهوريه؟ رحت مركز الدراسات والابحاث واغلق من يوميها. الله يرحمه دكتور فتحي عبد الفتاح وسعد هجرس. فسبع سنوات من التشرد في الشوارع
يعني لم أعين إلا لما طلع جورنان العربي الناصري في سنة 94. كان جورنان شديد الاحترام. لا هنا لازم أقول جملة أن والد ياسر عليه رحمة الله أستاذنا فتح الرز هو كان اسم كبير ونائب رئيس تحرير الأخبار عضو مجلس القبة الصحفيين والمراسل العسكري يعني قصة كبيرة. خد بأيدينا وإحنا لسه متخرجين يعني إنجاز تعبير توسط لي يعني إن أنا وزميلنا ابن دفعتنا برضو حاتم محمود نروح الوفد نشتغل كان أستاذ مصطفى شردي عايش كان أستاذ مصطفى شردي العبقري الصحافة طبعا يعني ده جزء وفي زملة تاني بدون بقى ذكر أسماء محمد من أوائل الناس اللي الدفعة اللي تعينت أنا أول واحد في الدفعة عشان كمان ما عندوش جيش وكان عضو نقابة الصحفيين فأنا قصدي ده جزء أنا على المستوى الشخصي مدين بي لوالد ياسر الله يرحمه أستاذ فتح رزق يعني لو حبيت أسأل سؤال لكل حد من حضراتكم مثلا مين نقدر نقول أنه نعتبره مثل أو قدوة في الشغلانه زي ما بنقول كده بالنسبه لحضرتك استاذ محمد في الصحافه ولا في الصحافه والاعلام يعني اختار حضرتك مثل ممكن يكون بيتصل الاعلام بحضرتك. انا بميل وبحب اداء استاذنا الراحل حمدي قنديل يعني يعني الحضور الطله الكلام يعني بعيد عن المواقف السياسيه بالنسبه للمشاهد لحظة طيب. سواء من اتفق أو من اختلف مع أستاذ حمدى قنديل بس أنا بتكلم على اختلف على وطنيته طبعا الرائع في الصحافة لا في حاجات أسماء كبيرة التابع في القديم متأثر بأستاذنا الكبير مصطفى شردي عليه رحمة الله يعني. أستاذ عماد بقى حضرتك نفس السؤال لو في مثل اسمين أساسيين طبعا فضل. محمد حسنين هيكل أحمد بهاء الدين إيه ده مش ياسر رز هي بتكلمت في التاريخ طيب وحضرتك استاذ هيك طبعا استاذ هيك طبعا هل في اسم تاني يعني دايما اسم حضرتك بيذكر قبله استاذ هيكل هل في اسم تاني ممكن نحطه جنب الاسم ده اقول لحضرتك يعني الاقرب كده عشان برضه المشاهد يعرف زي ما اكون بتكلم على ام كلثوم احب 10 مطربين تانيين لكن بس اذا بتكلم على ام كلثوم ابقى بتوقف فانا بتكلم على الاستاذ هيكل أنا مش بتكلم بس على اللي ليه فضل عليا أنا في أساتذة كتير من في الأخبار ليهم فضل عليا يعني في الأستاذ فاروق الشاذلي طبعا الأستاذ مصطفى حسن الله يرحمه الأستاذ أحمد الجندي الأستاذ وجيه أبو زكري الأستاذ وجيه أبو زكري لم يأخذ حقه من الشهرة في عالم الصحافة رغم أنه في رأيي واحد من أهم الصحفيين على الإطلاق في الستين سنة العربية على كاتب الإطلاق. صفحة يوميات الصفحة الأخيرة كان متميز كان كاتب يوميات لا يشق له غبار وديه أبو زكري صحفي صحفي بمعنى جورناليست بنته المخرجة بنته كاملة أستاذ وديه أبو زكري من صناع الصحيفة اليومية حاجة بديعة عندما كانت هناك أستاذ جلال دودار أستاذ سعيد سومبل أساتذتي اللي ليهم فضل عليا فضل مباشر يعني مباشر طبعا وانا استاذ سعيد سومبل ده برنس الصحافه بنتكلم على الاستاذ التابعي زي ما محمد بيتكلم الاستاذ التابعي ده استاذ الاستاذ هيكل صحيح فطبعا احنا قرينا عنه لا قرينا اعماله واساتذتنا بعد اساتذتنا ما لحقناهوش احنا بنتكلم على اللي سابوا بصمه في تاريخ الامه استاذ هيكل طبعا انا اقتربت منه وبستحضره ما بنساهوش حتى في صلاتي بدعيله الأستاذ هيكل حالة إنسانية وحالة صحفية وحالة سياسية غير قابلة للتكرار احنا ذكرنا أسماء ذكورية ما ذكرناش أسماء لسيدات في الصحافة المصرية ربما تعاملتوا معهم أو تأثرتوا بهم أو كده تستحضروا أسماء معينة الرمز الأكبر روزا يوسف طبعا اللي أسست مجلة روزا يوسف مش صحفية وبعدين حسنى شاه مثلا طبعا. أمينة السعيد مع حفظ الألقاب نعم بس كانوا واخدين قضايا نسائية بشكل كبير بس روزا لا روزا روزا وحدها هي يعني جزء أساسي فنانة بدأت هي سيدة فنانة لكن هي سيدة جت من الشام وعملت هذه المؤسسة ومن يقرأ تفاصيل
معاركها في الصحافة لا كان ليها دور مهم جدا وعيلة فنية صحفية محمد عبد القدوس احسان عبد القدوس يعني مدام فاطمة اليوسف الفنانة روزا اليوسف الشهيرة باسم روزا اليوسف لا علاقة لها بالصحافة ده اذا بنتكلم بقى يعني الوجه الله والتاريخ اللي عمل روزا اليوسف واللي عمل اللي كان بيكتب لها المقالات لا الاستاذ لا 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 لا. محمد التبعي بس في نقطة طبعا هو اللي عمل روزا اليوسف المجلة وروزا اليوسف هي صاحبة الفكرة وحتى اختارت اسمها انا هعملها قالت له محمد عايز اعمل مجله تعمل ايه باسمي روزا اليوسف انا متحفظ معاكم مختلف بس في حته يعني اكراما لهذه السيده ودورها هي سيده مؤمنه بالحريه وبالليبراليه وبالصحافه وبالمهنه عملت هذه المجله ساعتها مين او مين اللي كتب او مش هذه السيده تلطمت يعني في التفاصيل اليوميه للمعارك التي دخلتها ضد الاحتلال والسجن والاعتقال والابعاد وحاجات كتيره جدا هي سيده مؤمنه فجابت عملت المجله وهي مؤمنه بده وكان يمكنها ان تستمر في الفن لكنها لم يعني خاطرت وجاعت وكادت ان تفلس وظل اسمها عايش فبالتالي في فارق دقيق صغير بين ان حد كان بيعمل المجله او حتى لما كان عندها جورنان يوم وبين ان هي سيده لها دور مهم في عالم الصحافه كما كان لها دور في عالم الفن وقتها يعني جمهور المساء مع قصوان طبعا عندي برد النهارده انا بعتذر يعني بيهتموا بالشق الخاص بالكتب والقراءات للضيوف لو حبيت ابدا بمكتبتك استاذ ياسر ايه ابرز الحاجات اللي موجوده فيها دلوقتي ونوع الكتابه اللي لازمتك على مدار من بدايه قراءتك بقى انا احب اقرا في التاريخ طبعا انا اتكلمت على الاستاذ هيكل فبالتاكيد ان كل مؤلفات الاستاذ هيكل اللي عندي وقريتها أنا أحب الرواية نجيب محفوظ فتحي غانم نجيب محفوظ في بعض أعماله قريتها 5 و6 مرات أولاد حارتنا أتكلم على الحرافيش أتكلم على قلب الليل الروايات الرائعة جدا أتكلم على السمان والخريف المزاج يعني غير الثلاثية طبعا الأستاذ فتحي غانم يمكن رواية الساخن والبارد من أكثر الروايات ومن أقل الروايات شهرة للأستاذ فتحي غانم الأستاذ إحسان عبد القدوس بقرأ في الكتب المترجمة للسير الشخصيات اللي ليها إسهام في التاريخ بالذات الحربي وبقرأ حاجات باللغة الإنجليزية يمكن آخر حاجة قريتها باللغة الإنجليزية كانت State of Denial لبوب وودورد هو بوب وودورد طبعا بتاع ووترجيت هو مساعد مدير تحرير هناك مساعد مدير تحرير حاجه كبيره جدا عندنا الواشنطن بوست دلوقتي بقرا كتاب من العالم الثالث الى العالم الاول للي كوان يو مؤسس نهضة سنغافورة وانا اعتقد الكتاب ده مهم جدا يقرأ أي زعيم في العالم الثالث يقرأ مسؤولين الاقتصاد ومسؤولين التنمية تجربة طبعا عن تجربة ثرية جدا بيتكلم عن التجربة من 65 ل 2000 وأنا في الصفحات الأولى من الكتاب أيضا أنا مغرم بالشعر الشعر العباسي والشعر الأموي وبعض حاجات كده من يعني الشعر الحديث الشعر قصيدة النثر يعني استاذ عماد سريعا كده مكتبك انا غالبا يعني معظم الليالي ياسر عندي قريت هيكل كاملا وعندي نسخه حديثه منه واهداء من المهندس ابراهيم معلم حاجه كده طبعه فاخره ومحترمه اثبتها بقى يعني لازم لو واخده لان دار الشروق هي المحترمه ببلاش لا باخد جزء من المرتب لو انت عندك كتب الاستاذ انا محظوظ انه دار الشروق يعني هي تقدير ان هي ناشر لجريده الشروق بالظبط فيها اهم الكتب فلسه امبارح كنت هناك نعمل دعايه كل ما بعدي من الصدف السعيده كل ما بعدي باخد اي حاجه جديده يا اخوانا امبارح خدت من عندهم الاعمال الكامله لامل دنقل انا بعشق هذا الرجل طبعا رغم اني عندي من زمان بس طبعه كانت مهلهله وتعبت محمود درويش طبعا خدتها طبعا هي 300 جنيه تقريبا ده مقابل 400 جنيه حاجه كده فانت برضه وفرت مبلغ يعني هيكل كانت 1200 جنيه لا هيكل كانت اعمال نجيب محفوظ لحد ما انا قريتها كلها وانا صغير التاريخ بحب قراءته بحب طبعا الادب المترجم خصوصا امريكا اللاتينيه قريت فيه كتير لكن من سوء الحظ مع الانشغال اللي احنا فيه ده والدوامه والمفرمه اللي احنا فيها
كتب كتيرة الواحد بيشتريها لكن لا يستطيع ما فيش وقت تقراها. أستاذ محمد أنا محتاجش أشتغل في جريدة الشروق علشان أجيب كتب ببلاش المهندس إبراهيم المعلم أنا مهندس إبراهيم المعلم مهندس إبراهيم المعلم صديق شخصي كل مرة أزوره في مكتبه في بداية الأسر بروح ومعاه الشنطة والسواق واخد كل الكتب اللي أنا عايزها وتدفع فلوس اللي عماد بياخد منها برضه لكن عايز أشير بس إلى حاجة يعني معظم القراءات اللي قال عليها ياسر وعماد اليومين دول بقرأ كتاب رائع لأستاذنا جلال أمين عن قصة الديون في مصر كيف بدأت وتفاجأ مثلا واحد زي محمد علي مصر الحديثة رفض رفض كبير جدا ان يستدين طوال فتره حكمه واوصى اولاده بكده يعني بس اسماعيل ما عملش بالنصيحه ولا سأل بس بتفاق يعني بس انا بس نقطه مهمه انا صحيح. رحت بيروت سنه 90 جبت روايه اولاد حارتنا فرجعت بيها كان ليا مجموعه من الاصدقاء مش بتوع مدينه نصر قروها كلهم لان كانت ممنوعه في مصر اخر واحد خدها اداها لخطيبته كتبوا الكتاب اتطلقوا للاسف الشديد ما خدتش الروايه ده وهي خدت مين فيهم اللي خد الروايه هي خطيبته بقى خدت الروايه انا طبعا نورتوني النهارده وبشكر حضراتكم عايزه جمله اخيره لشباب الصحفيين استاذ ياسر اتفضل سريعا اقرا اللي ما بيقراش ما بيعرفش يكتب لازم تطور ادواتك اول وسيله هي القراءه اتفضل يا استاذ امين مش على القراءه ثم القراءه ثم القراءه والدقه والمصداقيه طبعا دي حبه عاديه الدقه والمصداقيه مش هكرر اللي قالوه التطوير الدائم اشتغل تعلم لغه سافر يعني المهم ضيف لنفسك كل يوم تعلم المستوى مهاره جديده راضي عن المشهد الصحفي في مصر على الاطلاق خلاص استاذ عماد اطلاق استاذ ياسر انفراجه قريبه وتغير سريع قريبا في المناخ انما في المستوى ده يعني يعتمد على ممارسه الصحافه نفسها نورتوني حلقه ثريه ودسمه وعميقه وانسانيه ولطيفه فيها كل الموده والحب والشغف اللي بيدور بين الاصدقاء بشكر الاستاذ الكبير ياسر رزق نورتوني شكرا جزيلا استاذ الكبير عماد الدين حسين نورتوني شكرا لحضرتك اعلامي وزميل استاذ محمد علي خير نورتوني شكرا جزيلا ان شاء الله كان دمها خفيف على حضراتكم ودمي خفيف عليكم نورتوني شكرا جزيلا ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره الصبح في الاعاده قابلكم بكرة بالليل في حلقة جديدة من المساء مع قصوى.